سياحة الرفاهية والنقاهة هي أقصر الطرق للتخلص من توترات الحياة اليومية. ومين منا ما عنده توتر يا راوي؟ أكيد، هذا أكيد وذاك أكيد، لأنه اللجوء مشاهدينا إلى عوالم جديدة يجعل الصحة أفضل طبعاً، ويدعم أيضاً الحيوية بطاقة جديدة. فأيام من حياتنا لو قضيناها في أحضان الطبيعة وتأثيرها السحري علينا، بالتأكيد سنكون أكثر سعادة. هذا صحيح، ونحن الآن رح نطلع في سياحة نتعرف أكثر على تأثيرات السفر وسياحة الرفاهية في صباح العربية. طيب، ومعنا مباشرة مشاهدينا الآن في الاستوديو صانعة المحتوى في السفر هيفاء سيسو. أهلا بك يا هيفاء معنا مرة أخرى. صباح الخير هيفاء. أهلا وسهلا، خلاص هذا my favorite new place، محبة. أهلا وسهلا فيك دائما. طيب، إذن في أنواع كثيرة من السياحة، سياحة النقاهة وتغيير الحياة، شو كيف تختلف عن غيرها من السياحات؟ أنا بسميها السفر للعالم الداخلي. إحنا متعودين نسافر من بلد لبلد، إنه شايف الخريطة وجوانا خريطة كاملة من مشاعر، من تجارب مرينا فيها بحياتنا. ففي نوع من السفر و اختيارات معينة، أماكن معينة، ريتريت، أماكن أو إنه نروح ريتريت بتخلينا نسافر للعالم الداخلي. بتروحي على البلد إشي وبترجعي إشي تاني. والريتريتس بتكون منظمة، طبعاً في كتير منهم حول العالم هلأ ممكن نحكي عنهم، وهذا سفري المفضل. يعني أنا I travel لهاي الأشياء. بتكون مدروسة بطريقة إنه تأخذنا بتجربة. خبرتينا أنت عن بعض هاي الوجهات السياحية اللي هي يمكن الأفضل لسياحة النقاهة. حكينا عن بالي بأندونيسيا، زنجبار أيضا، سريلانكا، هدول ثلاث بلاد. شو اللي بيميزهم؟ يعني لو بدأنا ببالي، ما المميز ببالي؟ بالي مدرسة، يعني بالذات إذا حدا سافر بني أنه أنا بدي أروح أحسن من نفسي، بدي أخذ زوم آوت، بدي أرجع انتعاش مختلف، انفصل يعني تنفصل، لانه انت هيك مسافر. فانا برايي هاي التجارب احسن بكثير من انه بس ناخذ صوره ونحطها على الانستغرام. فبالي مثلا، اذا بنحكي عن بالي، انا بسميها بالي للشجعان، لانه بالي كارض كثير بتخلي الواحد يفكر ويتفكر. من المناظر الطبيعيه قصدك؟ من المناظر الطبيعيه، طاقه المكان نفسه، الاكتيفيتيز اللي فيها. فهي كثير بتعطي اكتيفيتيز من يوغا، كيف عندنا بدبي كثير شوبينج مولز، هناك هون يوغا مديتيشن، مختصين يعني هن بهذا الموضوع، كاكاو سيرموني. فعندهم تنوع كثير من الرياضات النفسيه خلينا نحكي. فطول ما الواحد عم بمشي بتطلع وبيروح على مركز على مركز ثاني. فبالي كثير غيرت. زنجبار، زنجبار انا بسميها يعني أكثر نقطة فيها سعادة. هم عندهم أصلاً الهاكونا ماتاتا اللي هي ما في مشاكل، no worries، كله سعيد. It's very happy. عندهم موسيقى خاصة فيهم وعندهم رقصات كمان خاصة فيهم، هم طاقتهم كثير مميزة. يعني حتى إذا أنت هذا الستريس اللي إحنا بنمشي فيه، هم نفسهم اللوكز بيقولوا لك لحظة اللي مش تاجل شوي استمتعي. فهي طريقة تفكير الشعب والجزيرة نفسها، فبتأثر عليكي. طيب، سريلانكا يعني ممكن تكون وجهة مفاجئة نوعا ما يعني. ولكن أنا ما رحت، بعرف إنه الطبيعة هناك برضو خلابة بطريقة مش طبيعية. وإذا محبي الشاي اللي بده يروح يتذوق شاي بالضبط أو يقطف شاي. هلأ سريلانكا أول إشي اللي بدي أحكيه إنه مش بس هاي البلاد، يعني حتى ممكن بدبي حدا بيكون عامل ريتريت. هي الفكرة كلها إنه لما إحنا نتجمع شو رح نعمل مع بعض، شو الأكتيفيتيز، شو الأسئلة اللي حنسأل بعض، جورنالينج، تفكر. فبسريلانكا ممكن الواحد يروح يعمل سياحة عادية، أو ممكن يلاقي ريزورتس فيها صيام معين عن الأكل، أو في إشي كثير كمان معروف بجنوب الهند اسمه بانشا كارما، بياكلوا جي يعني سمنه معينه كل يوم الصبح، وحسب نوع جسمك بيعملوا لك اكل. يعني بتعمل تجديد لكل جسمك. فعلا تجربة صحة، الهدف منه صحة. فهي كل بلد يعني الواحد لازم يبحث ايش الريتريت اللي فيها، هو ايش بده. هلا انا حاسه بضغط نفسي، بروح على ريتريت خاصه بالضغط النفسي. مثلا
ضغط جسد بدي أضبط. في تايلاند كمان كتير بتعطي تايلاند جميلة صيام، بس الواحد يعمل البحث يتأكد مين. تنصحي إنه الشخص يروح مع شريكه مع زوجته أو لا يكون بمفرده أو حتى مع صديق مقرب له؟ هذا سؤال كتير حلو. It's a mix. أنا كتير بقدر إيش يعني الواحد يقعد وقت لحاله. يعني راوية مثلاً، في كتير راويات جوا راوية واحدة، أكيد. إذا رحتي لحالك رح تتعرفي عليهم. And it's ولو رحت مع شخص آخر ممكن ما يكون عندي الفرصة أني أتعرف بالزبط. على كل هدول النسخ مني بالضبط، لأنه لما نروح مع ناس دائماً بدنا نحكي نحكي نحكي، بس العزلة يعني حتى الرسل أو كل الناس العظماء بيروحوا مكان بعيد صح. بنعزلوا ليقدروا يتفكروا بحياتهم صح. لو إحنا حياتنا بس ويهدوا الضجة اللي موجودة في رأسنا، يعني حتى تهدى هذه الضجة ويكون في سلام داخلي. هي الواحد إذا بده يتقدم بحياته لازم يأخذ خطوة للوراء. في ناس بتخاف من العزلة، في ناس عندها خوف من أنها تبقى لحالها لأنها بتخوف. قبل ما دركنا الوقت ما حكينا عن أمريكا اللاتينية، غواتيمالا، المكسيكو، المكسيك. أنا ما تخيلت المكسيك ممكن تكون على قائمة سياحة النقاهة. جميلة جدا على فكرة، أنا رحت هيك على جانب صغير منها بس. أنا حلمي روح عليها أكيد. أنا اكتشفت واحدة من هواياتي إني أقعد مع الكبار بالعمر، بالذات عندهم بكوستاريكا بالمكسيك كتير لسه بيحافظوا على الترايبل لايف، يعني حياة القبائل. حياة القبائل، فهاي الهدية اللي أعطتني إياها أمريكا اللاتينية. أول إشي قعدت في الغابة، فبغسل أوعية هناك، كل إشي تبع الغابة من دبي، فهاي لحالها بتعلم كتير. وبعدين قابلت الكبار بالعمر وقعدنا معهم، عندهم خبرة طبيعة كتير حلوة. نعم. وعندهم احترام الأجيال والكبير كمان كتير حلو. فهي إنه الواحد بيسافر من كل بلد يطول الحديث. منتظرينك تاخدينا معك يا هيفا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا لك.